أهلا بكم إلى فقرتنا الحوارية الثانية في حلقة الليلة. كما أوضحنا ربما أثناء جولة الأخبار، هذه الفقرة نتناول جانب من تطورات الشأن الاقتصادي في مصر، والفكرة التي ربما طرحت في أكثر من مرة قبل جائحة كورونا طبعا، مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. لكن من جديد تطل هذه الفكرة ربما في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ولأي مدى يمكن البناء عليها؟ دعونا نرحب بداية بضيفنا الذي نسعد به للحديث في هذا الموضوع، دكتور صلاح الدين دسوقي حسين، الخبير الاقتصادي رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية. أهلا بك دكتور صلاح. أهلا بك. والعام حضرتك بكل خير. صح. سلام. وأبدأ مع حضرتك قبل الحديث عن مسألة دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، شايف تأثير كورونا على الاقتصاد المصري بشكل خاص إزاي؟ والله هو تأثير كورونا طبعا على كل اقتصادات العالم تأثير سلبي بالتأكيد يعني، لكن هذا التأثير تفاوت من دولة إلى دولة أخرى، حيث يوجد يعني بنية اقتصادية يعني متماسكة شوية حيث التأثير يقل، حيث تكون البنية الاقتصادية هشة وضعيفة فالتأثير يزداد. دي الناحية الثانية طبعا مدى انتشار الوباء داخل الدولة، حيث يكون انتشار الوباء بنسبة محدودة كما حدث في مصر إلى الآن الحمد لله، نحمد ربنا أن نسبة الوفيات 4 وفيات لكل 1,000,000 مواطن. لو بصينا في الولايات المتحدة الأمريكية نلاقي 180 وفاة لكل 1,000,000 مواطن. فلو قارن بين 4 و180 أقول أن يعني فرق كبير جدا، وأن البنية الاقتصادية والصحية في مصر تمكنت من التعامل مع هذا الوباء وإدارته بشكل جيد، لأن ممكن تكون في بنية صحية كويسة لكن الإدارة مش واعية، تتأخر في اتخاذ القرار، تسيطر بالوباء كده. كمان مستوى الوعي الجماهيري، يعني الناس عندما يكون هناك وعي بين الناس بأهمية التجنب العدوى بالإرشادات اللي توجه من أجهزة الإعلام ومن غيره، بالتقيد بالضوابط التي توضع كلما أمكن حصار هذا الأمر، وحصاره معناه تقليل الأضرار الاقتصادية. فليس غريبا أن احنا نشوف أن في مصر التوقعات الدولية بتقول أن معدل النمو صحيح هينخفض، بس هينخفض مثلا في حدود 2.5% بدل ما كان متوقع عليه 5.6%. تمام. فإحنا لسه إيجابي، انما بصينا اقتصاديات تانية كبيره وعريقه وكده نلاقي ان معدل النمو بقى بالسالب، وتوقعات انه يكون بالسالب اكتر. فده بيقول ان احنا في عندنا بنيه اقتصاديه معقوله، مش هي اللي احنا بنطمح اليها صحيح يعني، لكن بنيه اقتصاديه تتحمل مثل هذه الازمه. والوعي المواطن بالمسألة دي ومشاركته في محاربة انتشار الوباء ده هيساعد بالتأكيد في المسألة. كان من الأخبار اللي تابعناها في جولة الأخبار في بداية حلقة الليلة أنه الاحتياط النقدي انخفض، كان معنا ضيف كريم عبر الهاتف أشار أن ده شيء طبيعي في ظل هذه الجائحة، لكن مهم برضو نعرف رأي حضرتك لأي مدى برضو مسألة انخفاض الاحتياط النقدي من الممكن أن يكون ليها تأثيرات سلبية هنا أو هناك. بالتأكيد انخفاض الاحتياط النقدي، لأن الاحتياط النقدي ده بيجنبك كتير جدا من المتاعب الاقتصادية، بيسمح لك بسداد الديون خاصة الديون الخارجية، بيدي اطمئنان للدول الأخرى عندما تقوم بالإقراض أو بالمساعدة الاقتصادية أو بتقديم التعاون الاقتصادي. فكل ده الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة بالعملات الأجنبية مسألة مهمة جدا، فحصل فعلا تأثير سلبي على الاحتياطي، إنما ده ما يصلش إلى حد الأزمة، ما زال تحت السيطرة. يعني ممكن تكون في بعض المكونات الاحتياط النقدي جات نتيجة لمساعدات أو نتيجة لقروض أو يعني مستحقة السداد في مراحل مستقبلية. طب ما ده برضو يعني إنه مش احتياطي قوي، ممكن لما يكون أحد مكونات الاحتياطي بعض القروض، هل ده برضو شيء ما يطمنش؟ لا شيء يقلق شوية يعني، بس مش من درجة اللي إيه إن إحنا نحس بالقلق الشديد، لأن في ظل الأوضاع دي ممكن إعادة جدول السداد بعض القروض والديون، وده مسألة طبيعية الآن في العالم كله،
وممكن هنا في الحلقة دي نلجأ إلى بعض استبدال بعض القروض التكلفة بتاعتها مرتفعة بقروض أقل تكلفة. عشان كده يمكن يساعد دلوقتي الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. إنه مبدأ مطلق طبعا ده مش مصدر للتمويل. إنما الحصول على قرض الآن سوف يساعد في العلاج أو تقليل الأثر السلبي للظاهرة دي، لأن أنت تاخد قرض ميسر، أنت عضو في صندوق النقد الدولي، وهذه القروض التي تقدم الآن في هذه الظروف بشروط بسيطة جدا. فعندما تحل هذه القروض محل القروض اللي الفايدة فيها مرتفعة أو الأقساط بتاعتها حلت، ده بيساعد شوية في احتواء المشكلة دي. طب يا دكتور صلاح، هناك بعض التوقعات أنه كورونا سيبقى ضيفا معنا، ربما بعض التوقعات حتى 2021، إذا ما استمر الحال كما هو عليه ويقينا لن يبقى على هذا النمط، يعني لابد من تغييرات ما ستحدث يعني. ولكن خلينا في الاحتياط، يعني في التوقعات لا قدر الله الأكثر سوءا، يعني حضرتك شايف الصورة كيف ستبدو؟ لأي مدى الاقتصاد قادر على تحمل ضغوطات أكثر مما هو عليه الآن؟ وانت دايما بين شقي الراحة، بين أنك أنت يعني ما تديش أهمية كبيرة لقضية انتقال العدوى وكذا، وتركز أكثر على الجانب الاقتصادي. ده وجهة نظر تعتمد على فكرة يعني المناعة القطيعة، يعني قطيع وحصل فيه إصابة يعني ممكن ناس تقع لكن الاقتصاد ماشي. وده الإدارة الأمريكية وفي بريطانيا كانوا متمسكين بوجهة النظر دي، الآن يعني بيتضح إنها وجهة نظر غير سليمة، لأنه عدد الوفيات بالآلاف. يعني بقارن زي ما قلت الولايات المتحدة 180 وفاة لحد دلوقتي لكل مليون مواطن. احنا عندنا 4 أو 5 وفيات لكل مليون مواطن. فالوضع ده بيؤشر انك انت التردد في الاهتمام بالجانب الصحة في مقابل انك انت خايف على الجانب الاقتصادي ممكن يدي اثار عكسية. ليه؟ ما فيش أي دولة أو أي شعب يتحمل، يعني لأن في الآخر البشر هم الأساس، لابد من الحركة والسعي لكسب الرزق والنشاط وما ذلك. القوى العاملة دي ما هم بشر، فإذا ما اهتمش بصحة هذه القوى العاملة بعدين مش هلاقي عندي ناس يشتغلوا. فالتوازن بين إدارة عجلة الاقتصاد وبين الحفاظ على صحة المواطنين وتقليل مستوى انتشار العدوى هو دي الإدارة السليمة لهذه. يعني أنت حضرتك شايف أنه لابد من عودة الحياة ولو بشكل تدريجي كما كانت قبل كورونا، تدريجي، ولكن شئنا ما بينا كورونا هيفرض نفسه على نمط الحياة، هو واقع موجود قدامنا. طب إزاي هنقدر نقارن ما بين دعوات الدولة ابقى في بيتك أو خليك في بيتك وفكرة عودة الحياة لكسب الرزق أو القوت يمنى زي ما حضرتك بتقول؟ ما يمنعش، لأن أخرج من بيتي بلا يعني. مش هخرج من بيتي عشان ألعب كورة أو عشان أقعد مع أصحابي أو عشان نقعد على القهوة أو نروح السينما. أنا هخرج من بيتي لأن في شغل. في بعض الدول حتى كمان إجراءات الترفيه ده دكتور صلاح بدأت تقننها، يعني بمعنى إنه أوكي ما فيش مشاكل هتخرج تروح السينما، لكن بشكل معين وبضوابط محددة. وضوابط السينما دي مش هتاخد أكتر من 20% من طاقتها الاستيعابية مثلا، فتوزيع الناس، عملية التعقيم، يعني في اجراءات تتاخد. ورغم ذلك حتى هذه الدول تتخوف من هذه الاجراءات. ليه؟ لان انت محتاج في هذه الحاله نظام صارم للرقابه، تحت ضوابط حقيقيه تتطلب التطبيق، وجهاز دوله مجتمع يقدر يسيطر ويحقق هذه الاوضاع. وانا جاي النهارده من بيتي لقيت في الاطفال بيلعبوا في الشوارع بالكوره، يعني يعني ما حدش بيقول لهم لا. طيب لو حصل مره، ما هو بعض الحوافز السلبيه مره يعني تعمل اجراء معين مع هؤلاء الاطفال والاعلام يقول الكلام ده، هل ده مش هيبقى رادع للاخرين؟ يعني الهزار في المساله دي
ما ينفعش. وإذا كنت أنا عايز أدير عجلة الإنتاج تدريجيا يبقى لابد أن أكون بضوابط صارمة وبأجهزة فعلا قوية قادرة على تطبيق هذه القواعد. هل القطاع الزراعي ربما يكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على العودة بسرعة عن بقية القطاعات؟ هو طبعا كونه يعني فكرة العمالة فيه أو طبيعة نشاط فيه يعني غير مهيئة لانتشار الفيروس بشكل أو بآخر عن غيره من القطاعات طبعا. بالتأكيد يعني، بس احنا لابد أن ندرك أن عندنا القطاع الزراعي شوية غير متقدم. غير متقدم يعني ما زالت العمالة الأدوية الأساس. ففي العمالة الأدوية يعني ما بيجي يجمع المحصول بيجيب أطفال ويجمع المحصول أطفال دول مع بعض، وفي مقاول بيجيبهم في عربية عربية نص نقل ويجيبهم وينقلهم. تقصد برضو أنه في بعض المراحل ممكن يحصل انتشار يعني مش هيبقى في تباعد اجتماعي. وبعدين في القرية نفسها، القرية بره سلطة الدولة، يعني ما نخش في الحواري بتاعت القرية وبتاع، هنلاقي الدنيا هناك يعني ماشية. المسألة محتاجة درجة عالية من الوعي، محتاجة حاجة زي مثلا إيه اللجان الشعبية اللي كانت شكلت الناس شكلوها في 2011. الناس بنفسهم هم اللي راقبوا عملية تطبيق الضوابط. وربما دكتورة سامية ضيفتنا اللي كانت قبل حضرتك قالت انه لازم ندي الشباب فرصة اكبر في المسألة دي، انه الدولة تتواصل معهم وتخليهم هم يديروا تمام وتشجعهم على تشكيل لجان تتولى إدارة المسألة وتطبيق القواعد. ان المفارقات الحربية تطرح نفس الفكرة برضه لان طبعا لما يبقى من اهل البلد هيقدروا يعملوا الكلام ده. انا مش هقدر اجيب، مفيش قوة امنية في العالم تقدر تسيطر على هذا الانتشار الجغرافي وهذه الكثافة السكانية العالية جدا بالذات في الريف. فالعمالة الزراعية هي أقل، بس هي العمالة الزراعية على فكرة جزء من الاقتصاد غير الرسمي. طيب أنت كده حضرتك بتمهد للحديث يعني عن الاقتصاد غير الرسمي. يعني طب عشان أسيب حضرتك تتكلم برضو براحتك فيه، الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير جدا قبل الجائحة كورونا والآراء تباينت وتقاربت وتباعدت كله حسب وجهة نظره، لكن برضو الدولة بشكل أو بآخر لم تنجح في إقناع الاقتصاد غير الرسمي في أنه يدخل طواعية في الاقتصاد الرسمي. هل تعتقد بعد كورونا والأثار السلبية اللي فرضتها كورونا الاقتصاد غير الرسمي يعني هيرحب بالطرح ده والفكرة دي مهما كانت المغريات؟ هو طبعا عملية التحول دي من أو دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عملية الدمج دي أو التحول دي لا تأتي بالإقناع بالإجبار ولا بالإجبار، إنما تأتي من خلال عمل مؤسسي وتشريعي وتغيير في البنية الإنتاجية تخلي الكلام ده يحصل. عند تحدث هذه التغييرات بيبقى الكلام بقى أو التحريض أو حس الناس أو الإعلام وسيلة مساعدة. انما لا يمكن انك انت تقول له والله انت ليه كده قاعد ما تروح تسجل نفسك في السجل التجاري، مش عايز هو وجع دماغ. يعني ليه هو مقابل انفار بينزل بلد بيجيب له 20 طفل يركبهم العربيه ويوديهم للمزارع وياخد ورق العموله بتاعته مقابل هذا الامر، ولا حد حاسس بيه ولا كلام من ده. فالاقتصاد غير الرسمي ثبت بالدليل القاطع ان هو اقتصاد ديناميكي مش استاتيك، يعني يقدر يتحور ويقدر يتصرف في ظروف صعبة جدا. ليه؟ لأنه بيعتمد على العنصر الفردي، يعني نسبة العاملين. طب هنا يمكن القول أنه دي أحد مميزات الاقتصاد غير الرسمي، أنه سند الاقتصاد الرسمي في ظل جائحة كورونا مثلا؟ بالتأكيد. يعني في ظل الأزمات الاقتصاد الغير الرسمي ممكن يلعب دور يلعب دور في تقليل مثلا حدة البطالة. تمام. في تغيير نشاطه مثلا، تغيير نشاطه أو إن هو يعني هو اللي قادر يعمل حاجات ما حدش تاني بيقدر يعملها. وبالتالي فبيقدر يعني يوفر بيئة تقلل الضغوط الاقتصادية اللي موجودة على الاقتصاد. طب هنا قد يبدو السؤال ده برضو وجيها إنه يطرح نفسه،
هل من الأفضل أن الدولة تبقي على هامش الاقتصاد غير الرسمي لأنه في مرحلة ما ممكن تحتاجه؟ لا، أنا الحقيقة ما وصلش المستوى ده. هي لو تبقي، لكنها احنا لو قدرت، هي طبعا يبدو ان الدوله عاجزه لحد دلوقتي انها تفرض كلمتها عليه. لا، ولا اصلها يعني ما فيش كده كيان اسمه اقتصاد غير الرسمي. دي مساله مجتمعيه ومساله سياسيه ومساله اجتماعيه، يعني مساله اقتصاديه، يعني مساله بيئيه، كل عناصر داخله فيها. فحصل ان بقى ناس عندهم انشطه بس هم ما لهمش دعوه بالدوله، والأنشطة دي زادت في ظل غياب الدولة في مراحل ما. في مراحل ما حصل انسحاب للدولة من النشاط العام، وبالتالي لقى الاقتصاد غير الرسمي فرصته كي ينتشر ويتوسع. في تقديرات بتقول أن الاقتصاد غير الرسمي الآن بيحتل حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد في مصر. طبعا النسبة دي كبيرة جدا. كبيرة طبعا، يعني رقم فاضل 60 بس للاقتصاد الرسمي. الاقتصاد الرسمي، وان العمالة اللي موجودة فيه بتزيد عن 50% من قوة العمل. بتزيد عن 50% من قوة العمل. يعني نسبة كتيرة كبيرة جدا من يعني على مستوى العالم. على فكرة البنك الدولي في آخر دراسة له بيقول عدد العاملين في العالم 3 مليار. 3 مليار من اصل 7 مليار اجمالي السكان في العالم. 3 مليار بيعملهم. من الثلاثه دول 1.8 مليار يعملوا في الاقتصاد غير الرسمي. تلتين تقريبا. حوالي تلتين، حوالي 60%. تجربه الاقتصاد غير الرسمي دي موجوده في دول كثيره جدا. كثيره طبعا. يعني ناميه ومتقدمه ولا الدول الناميه فقط؟ الدول الناميه اكتر من الدول المتقدمه. الدول المتقدمه فيها لسه، بس بنسبه اقل كثير جدا من الدول الناميه. فيعني مثلا تخيل انت مثلا تجاره المخدرات مش ممكن تكون في الاقتصاد الرسمي في اي دوله مهما كانت متقدمه، لان المخدرات في معظم الدول ممنوعه. لكن في شبكات شغاله وفي ناس بتوزع وناس، يعني هي الانشطه القذره دي بيتم يعني بيتم حسابها واحتسابها ضمن الاقتصاد غير الرسمي. اه طبعا. لان ما يقدر، ما هو ما مش هيروح يسجل نفسه شركه للتجاره في المخدرات. ايوه، بس هو طبعا مش احنا اللي مش ده النوع من النشاط اللي احنا بنقصده حتى في حديثنا. احنا ربما نتكلم ده ضمن الاقتصاد. ده علم الاقتصاد برضه ضمن الاقتصاد غير الرسمي. حتى يعني في المنظمات الاقتصاديه العالميه برضو بتنظر اليه كده. كل طبعا كل انشطه تولد دخل هي انشطه اقتصاديه، حتى لو كانت انشطه محرمه قانونا او مجرمه. بتكلم ايه؟ بتكلم عن الناتج القومي لمصر او للصين او لامريكا او لاي دوله. الناتج القومي ده ايه؟ في كل الانشطه التي تنتج عائد. ارض بتنتج ريع، مستثمر ينتج ربح، موظف ياخد مرتب، دولة تاخد ضرائب، كل ده بيتجمع ويتحسب إجمالي الناتج القومي. فأي نشاط اقتصادي بما فيه هذا النشاط اللي هو الأنشطة المجرمة أو المجرمة الغير أخلاقية، غير أخلاقية، غسيل أموال، مش عارف إيه بتاع، كل ده تحسب إزاي يا دكتور صلاح؟ يعني لأنها يعني أنشطة مشبوهة وصعب يعني حساب ما يتم تداوله حتى فيها او نشاطها. طبعا لانها غير مسجله، فطبعا الحسابات صعبه جدا. بتبقى تقديريه؟ بتبقى تقديريه طبعا. يعني ما ليه؟ لانك انت بتدرس الظاهره الاقتصاديه وتحللها، وبيبقى الحاجات اللي ما عندكش بيانات بيها، ودي مشكله كبيره جدا بالنسبه لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ان البيانات غير موجوده. والناس مش مستعدين، اللي بيولدوا من دخول نتيجه لهذا النشاط مش مستعدين يخشوا في الاقتصاد الرسمي. فاحنا لما نبص نلاقي بعض بقى التشريعات او بعض الاجراءات المصرفيه او بعض السياسات الاقتصاديه بتحاول تفتح سكه عشان نسبه الاقتصاد الرسمي تكبر، ده يجي على حساب الاقتصاد غير الرسمي. يعني لما اجي اقول ان في عندي مثلا ايه، ما هو الاقتصاد غير الرسمي ده احاربه بحاجتين، يا بحوافز إيجابية تخليه يجيلي، أو بعقوبات أو حوافز سلبية تخليه يمتنع عن ممارسة هذا النشاط.
وثبت بدليل قاطع ان الحوافز الايجابيه اكثر تاثيرا في هذه الظاهره. زي ايه؟ زي اقول والله الشباب انا عايزهم يخشوا في صناعات صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر، بس يجوا يتعلموا من الحكايه دي، فبعمل حاضنات لرواد الاعمال، شباب في القريه في المدينه في بتاع، يجوا نعلمهم يعني ايه مشروع. يعني افرض انه في نشاط او مصنع ما تحت بير السلم ده كما يقال بيصنع حاجه معينه، فانا هقول له اوكي ما عنديش مشاكل، اعمل لك المصنع او هوفر لك الدعم التقني والفني ولا اخره، بس اشتغل في النور. مش هيرضى. طب امال ازاي الفكره اللي هتكلم عنها؟ لان الفكره بتكلم عن ايه؟ انا بوسع الاقتصاد الرسمي. فبدايه انا ببتدي من الروتس، من جذور، من الشباب اللي بدأوا في سن العمل، واقول له انت مش لاقي وظيفه؟ طيب تعالى يا عم اعلمك ازاي تعمل سجال حاضر، ازاي تعمل مشروع. فبدخله في حاضنه الاعمال دي اللي هي حاجه بتفرخ مشروعات، واعلمه ازاي يدرس المشروع، واساعده بقرض قبل ما هو يفكر يعمل قبل نشاط، قبل ما يفكر بحيث انه من الاول خالص يلاقي نفسه جوه المنظومه دي، جوه المنظومه الرسميه. يعني انت بتنشا وبتربى ضمن منظومه الاقتصاد الرسمي، ضمن منظومه الاقتصاد الرسمي، وبالتالي انت بتوسع. طب ما ده هيقودنا لفكره المسؤوليه المجتمعيه لراس المال او اصحاب راس المال، ودي طبعا بيطول فيها الحديث، لكن على الاقل يعني نكتفي ببعض هذه النقاط اللي حضرتك اشرت اليها، وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر اكثر تفصيلا، لان ربما جزء كبير جدا من حديثنا استغرقنا في تحليل حضرتك لحل الاقتصاد في ظل كورونا. لكن دايما نسعد بوجودك يا دكتور صلاح، وشاكرين لوجود حضرتك معنا. دكتور صلاح الدين دسوقي، الخبير الاقتصادي رئيس المركز العربي للاداره والتنميه. شكرا جزيلا لك. في الختام اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام، فقط اذكركم انه بعد قليل تلتقون زميلنا نجلاء الجعفري وقراءه جديده لاهم ما طلعتنا به صحف القاهره الصادره صباح الجمعه. الى اللقاء.